ليا، لأن إعادة الأعمار لا تكون حجراً فوق حجر فحسب، ولا بناء فوق ركام. كان نبض شباب لا يمل، وأيضاً لا يمل، والحلم بنبض له شروق جديد، هو عنوان البرنامج الأسبوعي الشبابي، والذي يعنى بهموم الشباب السوري وأيضا اليومي والعقبات يلي بتوقف أمام الشباب. أكيد سالي، نبض برنامج حواري شبابي، ضيوفه هن الشباب نفسهم لحتى يحكوا عن مشاكلهم وعن الحالات يلي عم تصير معهم. أكيد برنامج نبض من إعداد نرمين علي عمار، ومن تقديم زميلة نرمين ماتيلدا كربوج. أكيد نبض بخص كل الشباب، نبض برنامج بيطرح وبيلاقي الحل وبيجاوب أيضا على الكل. نرحب نرمين، صباح الخير. ماتيلدا صباح الخير. صباح الخير، مبروك مبروك نبض. مبروك للكل. أكيد الإخبارية السورية الانطلاقة والجهد اللي كان خلال الأشهر الماضية والتحضيرات اللي كانت. مبروك ماتيلدا. برنامج نبض الجديد اللي يعنى بالشباب، وهو نقطة كتير مهمة في هذا بيظل الأزمة اللي مرقنا فيها. دائما الشباب له هموم ومشاكل. أكيد صباح الخير لك نيرمين، وكل الشكر لك أيضا على الإعداد. يمكن أنتم فريق متكامل لإنجاح نبض، وإن شاء الله يكون نبض قدران يوصل النبض للشباب بالشارع السوري. بداية نحكي عن البرنامج، كيف تم التحضير له؟ مثل ما ذكرتي سالي، أنه نبض هو يعنى بمشاكل الشباب اليومية، ومثل ما ذكرتي أيضا بأنه إعادة الأعمار ما بتكون أكيد حجر فوق حجر. أكيد نحن متوجهين للشباب بعيدا عن خلينا نقول الرتوشات الإعلامية أو المصطلحات الكبيرة، بالعكس نحن عم نحاول بنبض يكون السقف شوي مرفوع، الخطوط الحمراء اللي متعودين عليها كمان مرفوعة من خلال طرح القضايا. ومثل ما ذكرتي ليا بأنه الشباب ضيوفنا وعلى لسانهم المشاكل عم نسمعها. صحيح ماتيلدا، يمكن كثير منشوف من البرامج هي بتطرح مشكلة ولكن لا يوجد حل، أو يوجد ممكن إذن عم تسمع ولكن ما في حدا بتابع الموضوع. نرمين، يعني مثل ما بنعرف تحت الكواليس حضرتك تنزلي على الجامعة، بتسألي طلاب، بتعملي استطلاعات بين الطلاب، بتحضري الضيوف وبتحضري المواضيع يلي بتهم الطلاب يلي بتهم الشباب. خلينا نحكي يمكن عن هي التحضيرات، خلينا نحكي كيف بيتم التنسيق، كيف يمكن بيلفتك موضوع طرحه يمكن احد زملائك معك. صحيح ليا، برنامج نبض رح يكون هو برنامج شبابي، بنقعد المشاهدين كلياتهم نحكي عن كل الامور يلي بتلامس همومهم سواء بالجامعات او بحياتهم اليوميه. الجديد بنبض رح يكون هو الوصول لشرائح كبيره عن طريق دراسه استطلاعيه اجريناها بتحصي نسب معينه رح تكون، وهو يلي هذا الموضوع لاقى استحسان من كثير من الضيوف صورنا معهم خلال حلقات سابقه. رح يكون معنا حالات عمليه يمكن بتجسد الموضوع اللي عم نحكي فيه. رح يكون معنا ايضا كمان ضيوف على طلاب خلال الاستوديو، فنحن ممكن ناخذ حاله رجع الصدى مباشره من خلال ضيف مختص ومن خلال الشباب هن الموجودين معنا بالاستوديو اكيد، ومن خلال العديد من الاستطلاعات والتقارير لنرصد الحاله بشكل كثير واقعي. يعني اكثر كمان ضيف على حكي نيرمين، بناء على الدراسات الاستطلاعيه اللي عم نقوم فيها، هي خلينا نقول شيء اكاديمي وعلمي عم يكون بناء على استطلاعات عم تتوزع استبيانات عم تشتغلون نيرمين. تقريبا عم يكون العينه بين 1000 ل 2000 شخص عدا الشارع السوري، ومثل ما قالت نيرمين انه ضيوفنا هن دكاتره ومختصين بالشيء الاكاديمي بناء والاجتماعي ايضا، فكان عم يقول انه في تجسيد لما درسنا على الواقع الاعلامي. هي شغله ثانيه في طرح شيء نحن عايشينه تماما، ولكن الموضوع او ما بنتناقش فيه تماما. وبالنهايه المخرجات عم تكون يعني عم نمشي بالمشكله ستيب باي ستيب. اول شيء نطرح مشكله، نسمع الناس، ناخذ الاحصاءات العلميه، بنهايه الحلقه عم يكون عندنا خلينا نقول حل او حل. واحد اثنين ثلاثه مشكلتنا
هيك حلا. تمام، يمكن هذا التنفيذ العملي على أرض الواقع يلي بهم كل الشباب. جميعنا بنحكي، جميعنا بنطرح مواضيع، ولكن العبرة بأنه يكون في حل للموضوع. ماتيلدا، برنامج نبض هو برنامج شبابي، دائما الشخص وقت يشتغل ببرنامج بده يكون قريب منه، ونحن كشباب بنعرف هموم الشباب قديش مثلا نحن فينا نحط حالات ونعطي أولوية لحالات معينة ونطرح المواضيع، وقديش جميل انه نحن نلاقي حل ونلاقي انه وصل اللي بدنا، وصلت رسالتنا. خلينا نحكي عن هذا الشعور. اكيد سالي، مثل ما ذكرتي انه نحن بنعرف همومنا، بنعرف مشاكلنا. خلينا نقول نبض كان هو هي النافذه او هذا المخرج اللي نحن نوصل صوتنا فيه. مواضيعنا ممكن تكون بالعنوان العام تحسي انه عم نحكي فيها نحن كل يوم، ولكن بنحكي فيها خلينا نقول بزيارتنا مع رفقاتنا بالكفاءة. بعض الأحيان في مواضيع ما عندك الجرأة أنك تطرحيها قدام، يعني قدام بعض أو هيك. أكيد أكيد رح نحكي بهدول المواضيع كلها، ولكن أنه يمكن الجديد خلينا نقول أنه نحن هذا الحديث اليومية، صبايا بالشغل منحكيهم، رفقاتنا بالجامعة منحكيهم، مع جارتنا الصبية منحكيهم، نحن حنشوفها على الشاشة مع مجموعة من الشباب. يعني تقريبا عم يكون أعدادهم بين 20 و30 شخص موجودين معنا بالاستديو، وأكيد اليوم كل مشاهدينا فيهم تابعوا الحلقة الأولى من نبض اليوم الاثنين بعد موجز أخبار الساعة 6 مساء، وموضوع حلقتنا كمان اليوم يعنى بالشباب السوري وهو تأخر الزواج بسوريا. عم نسمع هم الشباب، عم نسمع هم البنات وخوفهم من شبح العنوسة. خلينا نقول ما رح نحرق الحلقة، بس أكيد يعني عم نتناقش الحالة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وغيرها. نرمين، خلينا هيك نحكي بكواليس العمل بعض الحالات. نحن ما رح نحرق لكم الحلقات والحالات، ولكن قديش مميز يمكن وقت بتحكوا قدامي انه شفتوا حالي على الفيسبوك ملفتة للنظر، بتحاولوا انكم توصلوا لها، بتحاولي انك يمكن تتقربي منها لحتى تطرحيها، لحتى يمكن تكون عبرة مميزة لكتير ناس. صحيح ليا، برنامج نبض يمكن من وقت ما يمكن حطينا الاسم نبض حاولنا يكون أنا وماتيلدا هو ملامس لهموم الشارع السوري من خلال حالات عملية ممكن تكون موجودة. حالات المتابعة، حالات عملية كانت ما فينا كتير نحن نحرق الحلقات لقدام، ولكن في حالات مثلا عن هيك عم تدخلوا على صباح النهار، يعني ممكن تكون نحن نسيتوا أنه نحن الحلقة. أكيد في تشويق لأننا نشوفها، وخاصة بداية هذا الموضوع المهم اللي هو الزواج، اللي مثل ما ذكرتي ماتيلدا هلا يمكن في دراسات كتير كبيرة عم بتقول انه العنوسة صارت كتير كبيرة بسوريا، يمكن بالعالم، بس بسوريا اكثر شيء نظرا للحرب يلي صارت. كلنا ناطرين هذا الشيء، السفر وال كثير العلاقات عن طريق النت. خلال الأزمة السورية يمكن او الحرب يمكن اللي عشناها، كتير من المشاكل اللي اليوم واجهت الشباب السوري، اليوم نحن بنبض عم نسلط الضوء عليها، مثل ما قلنا بحالات عملية، أشخاص موجودين بدراسات استطلاعية رح تكون موجودة. نوعد كل المشاهدين أنه رح يكون نبض عن جد برنامج شبابي بيمثل همومهم، مثل ما قالت ماتيلدا كمان رح يحكي على بساط أحمدي، رح نحاول قد ما فينا نتجاوز الخطوط الحمراء يمكن المتعارف عليها، ليكون الخطاب فينا نقول قريب للناس وقريب لنبضهم بشكل كتير كبير. نعم أكيد موفقين بنبض، ونحن ناطرين هيدا البرنامج أنه step by step يوصل يمكن على كل القلوب ويفوت على كل البيوت ويضوي مشاكل الشباب ويطرح هموم يمكن عم نعيشها بشكل دائم، وخاصة خلال الحرب على سوريا، ويكون في حلول دائمة ومتابعة دائمة. شكرا ماتيلدا كربوش، شكرا نيرمين عمار، موفقين. ميرسي لكم صبايا، واكيد انتم موفقين. شكرا لكم، شكرا لكم، وناطرين اليوم لنشوف الحلول، المشاكل وأيضا الحلول يلي بتهم كل الشباب. نورتوا صباحنا ويعطيكم العافية على الجهد المبذول أيضا. ليش كثير الهلا ليا.